السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا حبايب قلب، عاملين يا رب تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهارده بقى بنسمي الله ونصلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تمحو بها ذنوبنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. النهارده بقى ما شاء الله أول يوم في الأيام المباركة، الأيام الفضيلة، الأيام الجميلة، الأيام اللي ربنا أقسم بها في القرآن، والفجر وليالي العشر وفضلها عظيم في كل حاجة، في الصيام، في الصدقة، في التسبيح، في التكبير، في التهليل، في كل حاجة ما شاء الله تبارك الله. والنهاردة بقى نعمل أقوى إفطار صايم إن شاء الله تبارك الله. ربنا يوسع علينا وعليكم وعلى في ميزان حسناتنا وحسناتكم إن شاء الله. وديت فراخ أهي يا حبايب قلبي من بيتنا في التتبيلة من امبارح ما شاء الله تبارك الله، من بيتنا في التتبيلة من امبارح. تسلم إيدك يا أم يوسف، التتبيلة بتاعها جميلة، ريحتها طالعة ما شاء الله تبارك الله. ودي بطاطس أهيت حطينا بس فيها كلها نية في نية كده، الخضار كله والبطاطس والرومي والقوطة والجزر ومعلقة سمنة بلدي ونقطة زيت والتوابل بتاعتها. وحطينا عليها حبايب قلبي كمان زي ما انتوا شايفين حتة صغيرة كده قطعناها صغيرة خالص، دي ليا من بتاعة الخروف، بتخلي الأكل مش عايزة أقول لكم ريحته جبارة، طلع لآخر الشارع ما شاء الله تبارك الله. وطبعا يا حبايب قلبي الفراخة اهي احنا مش بنحط عليها أي حاجة، هي بتستوي في تتبيلتها وبعد كده بتطلع بعد ما بتستوي التتبيله والصوص بتاعها بنطلعها نحط عليها بنعصر طماطميه كده ونحط عليها التوابل بتاعتها ونحطها في الفرن ونحمرها، بتبقى طعمها خطير، تبقى احلى من المشويه واكتر كمان يعني. واحنا مع بعض اهو يا حبايب قلبي هنغسل الرز عشان نحطه في الفرن وبعدين ندخل الفراخ الفرن. طبعا فضل الايام ده عظيم عظيم عند الله، في الصيام، في الصدقه، في كل حاجه ما شاء الله تبارك الله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وكل سنه وانتم في احسن حال، وربنا يوسع علينا وعليكم ويزيدنا ويزيدكم من واسع فضله يا رب العالمين. وده الرز يا حبايب قلبي ما شاء الله تبارك الله. الرز ما شاء الله استوي زي ما انتم شايفين بالشكل ده ما شاء الله تبارك الله. اهو طبعا الرز في البرام حكايه، مش عايزه اقول لكم الرز بتاع البرام بيبقى جميل جدا 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 جدا، يعني مش عايزه اقول لكم بيبقى حلو قوي. دلوقتي احنا هنحط صينيه البطاطس في الفرن وبعدين نحمر الفراخ زي ما انتم شايفين كده. الرز يا حبايب قلبي جميل قوي ما شاء الله تبارك الله. الريحه طبعا مع السمنه الفلاحي اللي هي الزبده جميله جدا جدا، مش عايزه اقول لكم طعم وريحه بقى بلدي بلدي يعني، والبلدي يوكل زي ما بيقولوا. ودي صينية البطاطس يا حبايب قلبي ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين حطها في الفرن، هي اصلا كده مستوية بس هنحطها في الفرن عشان بس تاخد ايه، تاخد لون. تاخد لون بس وهي تفرقها على طول. وطبعا دي الفراخ يا حبايب قلبي بعد ما طلعناها ما شاء الله تبارك الله، هنحط عليها بس شويه طماطم كده بمعلقه سمنه بلدي بشعر فلفل اسود ونحطها بقى في الفرن ما شاء الله تتحمر وتاخد اللون طعمها يبقى تحفه ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا جماعه الفراخ اهيت معانا ما شاء الله، هنا بقى معانا الصلصه بتاعتها ديت، معانا معلقه ثوم مهروسه اهيت وشويه فلفل اسمر، تنزل طبعا معلقه الثوم المهروس دي بتفرق جدا 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 في الطعم، بتبقى رهيبه 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 رهيبه. طبعا انا هقلبها كويس جدا، طبعا انا حاطه ملح وفلفل اسمر حاجه بسيطه بس كده في الصلصه. هبدا بقى طبعا زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، هي ما شاء الله ريحتها طلعت ريحتها جميله جدا ما شاء الله ما شاء الله. طبعا بقى ايه، انا هجيب فرشه وادهن الفراخ كلتها كده وهدخلها الفرن بقى، واحنا مع بعض اهوت خطوه خطوه وهوريكم هنعمل ايه. خلاص يا جماعه انا عملت الفراخ اهوت، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. الريحه يا جماعه والله العظيم حاجه كده تحفه تحفه تحفه. يلا يا بركه بسم الله بقى على الفرن، ايه هنحمرها ونديها لون كده وايه ونشوف. شايفين يا جماعه انا خلاص انا حطيتها هنا في الفرن اهي بقى خلاص هتاخد. طبعا بصوا شايفين النار عامله ازاي، انا طبعا مش هعلي النار اكتر من كده علشان خاطر بس ايه ما تتلهفش تبقى محروقه وناشفه، لا انا عايزاها طريه تكون جوسي كده وفي نفس الوقت ايه تاخد لون كويس كده.
تمام. وهنا معانا طبعا البطاطس اهيت بسم الله ما شاء الله ريحتها رهيبه جدا. ومعانا الرز طبعا اهو زي ما احنا شايفين. اللهم بارك يا رب، ربنا تقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال. وايه زي ما قلت بقى الفراخ اهيت بقى خلاص انا هحطها بقى تاخد لون بعد كده ايه نشوف هنعمل ايه تاني. وده بقى الشكل النهائي بتاع الفراخ اهيت يا حبايب قلبي لما طلعت من الفرن ما شاء الله تبارك الله. الاضاءه طبعا زود النور كده يا موسي. الاضاءه طبعا مش عايزه اقول لكم الاضاءه زادنا الحاجه والله. ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم يا رب. ده بقى الشكل النهائي للاكل بتاعنا بعد ما خلصنا ان شاء الله هنبدا نعبي الوجبات. يلا يا موسي بسم الله. الرز ما شاء الله مفلفل وزي الفل اهو. مش عايزه اقول لكم بقى صايمين والريحه طالعه ايه ما شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال وجعلها في موازين حسناتكم وحسناتنا يا رب. الصدقه اجرها عظيم في الايام دي ما شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. طبعا ما شاء الله بنحط المخلل ونحط شويه خضار ما شاء الله تبارك الله. عشان العلبه تقفل بس. طبعا ده شكله هو ده الشكل النهائي للوجبه ما شاء الله. حلو قوي ما شاء الله تبارك الله. ده تفاح واحده فوق واحد عصير. واحد تفاح واحد عصير واحد خوخ. هنعمل الكميه كلها بقى ونرجع لكم. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب واجعلها في موازين حسناتكم وحسناتنا يا رب. والحسنه اجرها عظيم والصدقه اجرها عظيم في الايام دي ما شاء الله تبارك الله. الاكل شكله يا حبايب قلبي مش عايزه اقول لكم. ربنا يخليها مرات ابني نفسها جميل جدا في الاكل ما شاء الله تبارك الله. وهي اللي عامله الاكل كله والله النهارده ما شاء الله عليها. ربنا يجعله في ميزان حسناتها يا رب. طبعا العلب دي جميله جدا بتحفظ الاكل سخن ما شاء الله. ربنا يوسع علينا وعليكم وعلى كل مسلم يا رب. برضه حابب قلبي هنعدي الكميه كلها ونرجع لكم تاني عشان المغرب قرب ما شاء الله تبارك الله. يا رب يوسع علينا وعليكم وعلى كل مسلم يا رب ويجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يا رب. النهارده يوم الخير لاهل الخير ما شاء الله تبارك الله. الاكل ما شاء الله ربنا يديك الصحه يا رب يا حبيبه قلبي يا ام يوسف. الاكل شكله يشهي ما شاء الله. ربنا يوسع علينا وعليكم وعلى كل مسلم يا رب ويزيدنا ويزيدكم من واسع فضله يا رب العالمين. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويجعلها في موازين حسناتكم حسناتنا ان شاء الله. كل من يحب يعمل خير ربنا يا رب الصدقه في اجرها عظيم. سوره البقره ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. واجرها عظيم في الايام دي ما شاء الله تبارك الله. رب رجعني لاصدق ما قالش لا صوم ولا صلي. ده دليل على ان الصدقه لها اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فضلها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. النهارده يوم الخير لاهل الخير. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب ويجعلها في موازين حسناتكم ويبارك لنا في اولادنا ولكم ولاد المسلمين يا رب. حبيبه قلبي حبايب قلبي ده الشكل النهائي للوجبات ما شاء الله تبارك الله. بنقفلها اهوت زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده ما شاء الله تبارك الله. النهارده يوم الخير لاهل الخير. ربنا يتقبل مني ومنكم من صالح الاعمال يا رب واجعلها في موازين حسناتكم وحسناتنا يا رب. وطبعا بقى اللي ما اشتركناش في القناه يشترك لنا في القناه وما تنسوناش بقى بلايك وشير وسبسكرايب للقناه. والى اللقاء في فيديو اخر ودمتم في امان الله.